رئيس الوزراء المعين حديثا يصل إلى عدن، هل سيستطيع ممارسة مهامه في إدارة ملفات البلاد المعقدة والشائكة؟ أم أنها زيارة بروتوكولية لترميم وجه التحالف المليء بندوب الخطايا بحق المدنيين اليمنيين؟ أهلا بكم. رهان جديد يخوضه اليمنيون في معركة استعادة الدولة، هذه المرة خارج سياق مربع ميليشيات الحوثي، إذ تمثل عودة حكومة الشرعية برئاسة معين عبد الملك إلى عدن خطوة تحمل الكثير من الأمال والشكوك والتساؤلات حول ما ستفضي إليه. هل تأتي العودة في سياق استقرار الحكومة لممارسة مهامها المناط بها، خصوصا أمام التعقيدات في الملفات الأمنية والاقتصادية وإدارة موارد الدولة ودعم العملة الوطنية والتخفيف من آثار الوضع المعيشي المزري، والأهم من ذلك كله استعادة الدولة المختطفة بيد الميليشيات؟ لا شك أن التحديات كبيرة وتعقيدات كثيرة تحيط بالمشهد، فهل بوسع الدكتور معين خوض هذه المعركة المصيرية؟ وهل سيخوضها منفردا أم أن هناك رضا من التحالف ومحاولة جادة لتحسين الصورة أمام اليمنيين، خصوصا عقب الاحتجاجات التي انتشرت بعموم البلاد منددة بإخفاق الحكومة والتحالف معا، وتحول الأخير من مساند للشرعية إلى مستعمر بإهاب جديد؟ لأول مرة منذ تعيينه رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، كان قد وصل إلى مطار المدينة برفقة نائبه وعدد من الوزراء قادما من السعودية بعد زيارته لمحافظة المهرة. عودة عبد الملك ومن قبلها قرار تعيينه أعقب انهيارا اقتصاديا مريعا رافقه عدم قدرة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق على اتخاذ أي إجراءات حقيقية لوقف التدهور حسب ما جاء في قرار إقالة بن دغر. ظروف انعكست على خطاب رئيس الوزراء الجديد الذي وعد بأن حكومته ستركز على الأوضاع الخدمية والاقتصادية وأنها ستعمل على ضبط موضوع الإيرادات والنفقات في المرحلة المقبلة. مع هذا الوضع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة أيضاً، قال عبد الملك أنه من أولويات الحكومة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظات الجنوبية عموماً وعدم بشكل خاص من توترات أمنية وانتشار لميليشيات مسلحة تدعمها الإمارات. ملف أمني وآخر اقتصادي في انتظار تحركات جادة من رئيس الوزراء وحكومته، لكن وبحسب مراقبين فإن قدرة عبد الملك على إحراز أي تقدم فيهما مرهون برغبة التحالف في دعم الحكومة وتثبيت حضور الدولة عبر مؤسساتها لا بمحاربتها وإضعافها. عودة الحكومة وبقائها واستمرارها في عدن يتطلب بيئة مناسبة، وبالذات البيئة الأمنية. أتمنى أن يتم معالجة هذا الأمر الذي عانينا منه خلال المرحلة الماضية، والذي أدى إلى عدم قدرة الحكومة على الاستمرار في عدن والذهاب إلى الرياض بين الحين والآخر. المسألة تكمن في تغيير الظروف، في تغيير البيئة. أما الحكومة إذا حتى ولو جات 10 حكومات وليس واحدة، والظروف التي أعاقت الحكومة السابقة نفسها موجودة، سنظل ندور في نفس الدائرة المفرغة، لكن نتمنى أن تكون الأمور قد تغيرت إلى حد ما. مخاوف عديدة ترافق عودة الحكومة هذا، أبرزها دور التحالف وعلى رأسه الإمارات والسعودية اللتان لعبتا دورا معرقلا للشرعية على مدى أكثر من عامين، وبدلا من أن تخوضا مع رئيس البلاد معركة تحريرها من ميليشيا الحوثي باتتا تنازعانه على النفوذ وتقوضان سلطته. الشرعية تكذب كل يوم، تكذب كل يوم، تجيب لنا سيناريو انهم على وشك انهم الان قابوا لنا حكومة ورئيس حكومة طبعا من خارج حدود الجنوب، ولا بيده لا يقدم ولا يأخر. ويمكن عاد الاول كان من ابناء الجنوب، من ابناء حضرموت. تصريح مناطقي كهذا ومهاجمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات عيدروس الزبيدي رئيس الحكومة عقب تعيينه بأسبوع فقط يعكس توجه الإمارات وإصرارها على خلق مزيد من التمزق والصراعات الهادفة لتفكيك البلد بحسب مراقبين.
فهل ستكون عودة دائمة للحكومة أم مجرد زيارة مؤقتة لامتصاص غضب الشارع المحتقن ضد التحالف ودوره؟ هل سيتسنى لرئيس الوزراء العمل من أجل استتباب حقيقي للأوضاع في المناطق المحررة وبسط هيمنة الدولة على كل أراضيها ومرافقها، أم سيعجز كسابقيه؟ مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي في الاستوديو في هذه الحلقة دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. دعنا نبدأ بنظرة عامة لكيف، يعني ما هي توقعاتك بخصوص الحكومة أو رئيس الحكومة المعين الجديد؟ كيف سيمكن أن يعمل في الأيام القليلة القادمة؟ طبعا نحن يعني في وضعية انتقالية في مرحلة صعبة، والشعب اليمني بحاجة إلى يعني التفاؤل أكثر من الحديث عن يعني بث كثير من السلبيات، ولكن المرحلة تقتضي من الوضوح والصراحة. أعتقد أن لا يمكن أن يحدث هنالك تغيير، يعني ليس كبير حتى، لا يمكن حدوث تغيير بالبتة، لأن المسألة لا تتعلق بتنفيذ السياسات. مثلا أنا الرئيس الوزراء السابق ليس نقيا، ولم لم لم يعني يقوم بعمليات، يعني لم يفشل فشلا ذريعا نظرا لأنه فشل في تنفيذ السياسات، له أخطاء كبيرة وله فقط بعض الإيجابيات من مواقف من تجاه التحالف والسيادة اليمنية، إلا أنه ارتكب خطأ. كنت أتوقع منه أن يقدم استقالته في أقرب وقت عندما تم واجه كثير من التحديات، أو اتخذ موقفا واضحا ووقف أمام الرأي العام المحلي والدولي وتحدث عن المعوقات. كانوا كلهم لا يواجهون الشعب اليمني ما يحدث. الآن رئيس وزراء شاب من جماعة، طبعا هو من الشباب الذين يلتفون حول الرئيس عبد الرب منصور هادي. عبد الرب كان عضو مؤتمر حوار، لا لا هذا يعني انا قابلته، كان قبل ذلك وزير الاشغال قبل ذلك، يعني انا قابلته في لقاءات تلفزيونية مع بعض في لقاءات، لكن لا اعرفه جيدا. لكن هذا لا يعني انني منتعز وهو منتعز. سنتحدث، نحن نتحدث عن وطن، نتحدث عن الشاب. هم من يعتقد انه علي عبد الرب منصور هادي احاط نفسه الان بمجموعة من اهل الثقة مثله مثل صالح، يعني أي أنه أخطر شخصيات قريبة له ومحل ولاء، ومن الشباب الذين يعني يفتقدون إلى الخبرة والدربة. وبالتالي عندما رئيس الوزراء يجي يصرح ويقول أنه سيهتم بالملف الاقتصادي والإداري، أي رئيس وزراء هذا؟ كان بقى وزيرا للنقل ووزير الاقتصاد. نحن بحاجة لرئيس وزراء باستراتيجيته رؤيته لكيفية، نحن في مرحلة خطرة من اليمن. اليمن بحاجة، عندنا أولا ما يسمى بتشظي الهوية الوطنية، عندنا بمسألة الحفاظ على السيادة الوطنية، عندنا الحالة النفسية الحالة الإنسانية، عندنا التحديات الاقتصادية. يعني ألا يمكن الحديث على أن الملف الاقتصادي هو ألف يعني أهم الملفات التي يمكن أن تؤسس لترتيب بقية الملفات وتهدئ الوضع في البلاد؟ لا أعتقد أن تصريحات عيدروس، ولا أعتقد أن استراتيجية الإمارات في اليمن، ونحن نشاهد الإجراءات الإماراتية من تدريب الميليشيات والمرتزقة في المناطق الجنوبية المرتزقة التابعة للإمارات لترفع العلم الانفصالي، وما زالت مسيطرة على، شوف، لا يمكن لرئيس وزراء يعمل في إطار حزام أمني ونخب، لا يمكن لك أن تعمل في إطار أنت تحت حماية جماعة لا تخضع لوزير الدفاع ووزير الداخلية. بالتالي الرجل لأنه له علاقة جيدة مع السعودية تم استقباله نوع من جبر خاطر للسعودية، لكن الإجراءات في المناطق الجنوبية تنزع نحو الانفصال. تم استقباله موجود شلال رجل لا علاقة له بسلطة شرعية. هذه بروتوكول شكلي. طيب ألا تعكس رسائل أن هناك نوع من التوافق أو تغير في مواقف الدول والفاعلين على الأرض، بما يوحي بأن هناك نوع من التغيير الذي قد يكون إيجابيا على مستوى تحقيق تقدم في عالم، يعني على الصعيد الخدمي أو على الصعيد الاقتصادي أيضا؟ تابعنا اليوم، نحن يعني شوف، نحن لا نتحدث عن استقبال رئيس حكومة، نحن نتمنى أن رئيس الحكومة الشاب أن يقوم بمهامه. نحن بحاجة إلى رئيس
يعني لما يكون رئيس حكومة يعني أنه الرئيس ثاني أو الرئيس ربما ليتقدم عن رئيس الجمهورية في إدارة الملف العسكري والسياسي والاقتصادي والأمني، رئيس دولة تعاني من خطر التشظي. هذا رجل ينبغي أن يكون استثنائي في لحظة استثنائية، لا نحتاج نحن إلى إعابة إعمار. هذا في هناك ما يسمى هيئة إعابة الإعمار، هذه هيئة لا تقوم على رئيس الحكومة، تقوم على يرأس رئيس الوزراء هيئة إعابة إعمار وإدارة الحياة الاقتصادية تحت رعاية رئيس الوزراء. لكن عندما يتحدث رئيس الوزراء ويقول أنه سيدير الحياة الإدارية، كنا وضعناه سكرتير رئيس الجمهورية. لذلك الخلل اللي الموجود الآن، وأنا لو سمحت أربط بدقيقة فقط، أقل من ذلك لأن لدي اتصال. طيب أعود للفكرة لاحقاً، تفضل. طيب إذن أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الأستاذ راجح رادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن، وأهلا بك مجدداً إلى المساء اليمني بعد غيبة طويلة أستاذ راجح. إذن عودة جديدة أو عودة لرئيس الحكومة بعد تعيينه إلى عدن، الانهيار الاقتصادي في البلاد يصل إلى مستويات كبيرة وقياسية، ما هو البرنامج أو ما هي وجهة نظر رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والملفات الخدمية بالتحديد أستاذ راجح؟ مساء الخير أخي الكريم، تحية لك لضيفك في الاستوديو. أولا أحب أن أوضح نقطة بالنسبة للعودة الجديدة للحكومة، يعني أنا أعيد وأؤكد على ما ذكره اليوم الدكتور معي الذي رئيس الوزراء إلى عدن، إنه يعني إنه غالبية الوزراء متواجدين في عدن، وهو شخصيا يعني عندما صدر قرار تعيين رئيسا لهذه الحكومة كان متواجد في عدن ويعمل كوزير أشغال في العاصمة المؤقتة. هذه النقطة أحب فقط أن أوضحها. الشيء الآخر يعني الحديث عن الأولويات لهذه الحكومة، كان الدكتور معين يتحدث في أكثر من مناسبة وفي أكثر من لقاء عن الأولوية الاقتصادية والإغاثية والخدماتية كأولويات للوضع الراهن. كما تعلم أخي الكريم الوضع الاقتصادي العام يعني صعب جدا، تدهور سعر الريال، ارتفاع الأسعار بشكل كبير، زادت معاناة اليمنيين في كل المناطق سواء المناطق المحررة أو المناطق التي لا زالت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي. حقيقة هذا الوضع الاقتصادي يحتم على الجميع يعني العمل بشكل جاد وبشكل متواصل لإنقاذ اليمن من المآلات الخطيرة التي قد تحدث لا قدر الله في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الإنساني. طيب ما الذي يحمله رئيس الوزراء في هذا الخصوص؟ حقيقة من السابق من السابق الآن يتحدث عن هذا الموضوع، وتحدث بشكل واضح اليوم، وتحدث عن مصفوفة أو يعني برنامج يتعلق بهذا الملف، سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الاجتماع المجلس يعني غدا أو بعد غد لإقراره، ومن ثم سيتم إعلان هذه المصفوفة أو هذا البرنامج للرأي العام المحلي والدولي. المهمة كبيرة، الإمكانات ضعيفة، ونحتاج يعني دعم الأشقاء ودعم العالم لإنقاذ اليمن كما قلت من المآلات الخطيرة التي قد تحدث لا قدر الله إذا استمر هذا التدهور الاقتصادي المتسارع الذي يعني تسبب في 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 هذا الوضع المعيشي الصعب لليمنيين. طيب أستاذ راجح، هل هناك موعد زمني محدد لإعلان هذا البرنامج أو هذه المصفوفات للناس، باعتبار أن رئيس الوزراء في مقابلة تلفزيونية له في أول مقابلة كرئيس وزراء تحدث على أنه سيكون شفافا وصريحا مع الناس، وسيتحدث على أيضا أنه ناضل في سبيل حق المعلومة، وهذا أمر ربما كان غائبا بشكل كبير في الفترات السابقة. لذلك أسأل الآن، متى سيعلن وبشكل واضح لو تعطيني تحديدا للوقت، متى سيعلن رئيس الوزراء هذه المصفوفات حتى يعني يكون الأمر واضحا بالنسبة للناس؟ بالتأكيد سيد الكريم، مسألة تعديل الشفافية هذه نقطة مهمة ويركز عليها الأخ رئيس الوزراء دائما في سواء في اجتماعاته أو في حديثه لوسائل الإعلام. كما قلت لك المصفوفة ستقر من مجلس الوزراء، عندما يتم إقرارها من مجلس الوزراء ستعلن، وأي خطوات يتم اتخاذها في هذا الموضوع ستعلن لوسائل
الإعلام. نحن يعني المؤشرات حتى هذه اللحظة مؤشرات جيدة منذ الوصول إلى عدن. هناك تجاوز من قبل الأشقاء في التحالف العربي، هناك من المجتمع الدولي. اليوم كانت هناك لقاءات في العاصمة عدن سواء مع يعني منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للحديث معها يعني حول المناطق التي يعني فيها الوضع الإنساني والمعيشي صعب، خاصة مثلا في محافظة النهر وغيرها من المحافظات، والحديث حول ضمان وصول المساعدات عبر الأمم المتحدة إلى مستحقيها بعيدا عن تقطعات ما نستطيع أن نفرض على التقطعات لشيخ الحوثي لهذه المساعدات. كان هناك لقاء مع يعني وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، وكان لقاء يعني إيجابيا ومثمرا. وقد تابعنا ذلك يعني على مستوى وسائل الإعلام وما أعلن عنه يعني السيد معين عبد الملك في صفحته. لكن أنا أتحدث، أريد هنا شيء جديد أستاذ راجح. تحدث دولة رئيس الوزراء عند وصوله إلى عدن حول برنامج 100 يوم. متى سيعلن هذا البرنامج؟ يعني في سياق الحديث عن إدارة فعالة، والمشكلة كما يقول رئيس الوزراء أن المشكلة في اليمن مشكلة إدارة، تحديد الوقت وتحديد إطار لهذه المسائل التي نتحدث عنها هو جزء من حل مشكلة الإدارة هذه. نريد شفافية في مسألة متى سيعلن هذا البرنامج للناس. أنا تحدثت معك بشكل واضح وشفاف عقد إقرار البرنامج من مجلس الوزراء، سيتم الإعلان عنه بشكل كامل وبشكل تفصيلي إن شاء الله. طيب، في سياق آخر، الآن هناك يعني حديث عن الانهيار الكامل على المستوى الاقتصادي، الوضع الخدمي صعب، هناك بعض المعونات في بعض الملفات من قبل الأشقاء، وتحدث رئيس الوزراء حول أن ما تنتجه اليمن من المشتقات النفطية يمثل 10% مما كانت تنتجه سابقا. أيضا كثير من الملفات والعقد، كيف ستجزأ هذه الملفات وستعالج من خلال رؤية رئيس الوزراء الجديد؟ هذه كلها ملفات ستطرح على الطاولة بشكل شفاف وواضح سواء مع الأشقاء في التحالف العربي أو مع الدول الصديقة والشقيقة الأخرى، خاصة ما يتعلق بتنمية الإيرادات وتعزيز النقد الأجنبي في البنك المركزي. وإن شاء الله نسمع قريبا يعني عن خطوات يعني جيدة في هذا الجانب. أشكرك أستاذ راجح بادي المتحدث باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بعودة إليك دكتور عبد الباقي، سمعت ما تفضل به الأستاذ راجح، ما هو التعقيب؟ دعنا نكون صريحين، نحن عندما يتحدث أن المشكل مشكل إداري، نحن أمام مشكل سيادي. نحن لا يعني مشكل، ليست مشكلة أن المشكل في اليمن إداري، نحن أمام مشكل متعلق بالسيادة اليمنية، متعلق باحتكار العنف الشرعي للدولة للسلطة الشرعية في الجغرافية اليمنية المستعادة، ولسنا أمام مشكل. المشكل الإداري ناتج عن خلل بنيوي، الخلل البنيوي اللي أدى إلى ما يسمى حرب خدمات. حرب الخدمات اللي أدى إلى عرقلة العمل الإداري مرتبط بالخلل السيادي ومرتبط بالخلل احتكار العنف الشرعي. عندما يكون هناك إعاقة بالحكومة السابقة والحكومة اللي قبلها، حتى لو أجا مهاتير محمد لن ينجح، ما بالك برئيس وزراء جاء مدير عام جهاز إداري. أنا الآن ذكرني أن رئيس وزراء عبارة عن مدير عام ليس رئيس وزراء. عندما يتحدث أن المشكل مشكل إداري وأن المشكل هو اقتصادي وأنه الملف السياسي والعسكري سيسلمه رئيس الجمهورية، نحن في مرحلة حرب. رئيس الوزراء أكثر أهمية من رئيس الجمهورية. طيب، في هذه الحالة هو يقول اعفوني من هذه المسائل، يعني هذا ما يفهم منه أنه اعفوني من هذه المسائل وركزوا معي على العمل في الملفات الاقتصادية والخدمية. إذن يجب حسابه على هذا المسألة. طيب، إذا كان هو يعني يعفيه يقدم استقالته ويتكل على الله يشوف أن رئيس الوزراء يقود عملية شاملة، هذا يعفوني. هذا كلام، هذا ما يفهم من كلامه بطبيعة الحال. هو واضح كان بهذا الكلام، ما فيش حد رئيس وزراء يقول لك اعفوني من الجانب السياسي، ما فيش رئيس حكومة يدير ملف اقتصادي. سلمناها لوزير يعني أحد الوزارات من الوزراء يدير الملف الاقتصادي، وزير الاقتصاد واللجنة الاقتصادية، ثم
وزير خدمة مدنية أو أي وزير آخر يدير العمل الإداري في اليمن ما يخوفش منصب. نحن في إطار انقلاب وفي إطار غياب سلطة في الخارج لا نتحدث عن عفوني. طيب لو سمحت أكمل أفكاري بس أنت قطعتني بس لحظة دكتور. في عندك طيب في هذه النقطة إلى حين يعني أن تعود هذه النقاط إليك، يعني في مسألة أن هناك مهمة استثنائية والكثير من التحديات الصعبة التي تواجه البلاد في هذا الوقت، ألا يمكن العمل وفقا للرؤية التي تقدم بها رئيس الوزراء معين عبد الملك خلال الأيام القادمة بما يتيح شكلا من أشكال التوافق والعمل مع الشركاء في التحالف العربي؟ يعني لا يمكن لك أن تتحدث عن مضاعفات وتسيب المرض الأصل. يعني الواحد عنده يعني مضاعفات حمى ومضاعفات عدم القدرة على المشي وهو عنده مرض رئيس، تقوم تقول سنعالج المضاعفات، لا يمكن لك تعالج مضاعفات والمرض عليل. نحن نتحدث أن هنالك حرب خدمات وهناك بيئة طاردة للسلطة وهناك مزاج شعبي في مرحلة حرب. نحن في مرحلة حرب، هناك تشظي الهوية الوطنية، مزاج شعبي يغذى ليس يغذى تعبية إعلامية، يغذى بإيجاد ميليشيات، بإيجاد نخب، بتعطيل الميناء. عندما يعمل لي برنامج 100 يوم، هذا لما يكون في حالة الاستقرار، لما يكون في الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة مؤسسات. أول 100 يوم إلغاء النخب الحضرمية والأحزمة الأمنية وإعادة السلطة إذا أراد. طيب يعني لا نريد أن يعني ما أريد طرحه الآن، هو تحدث دكتور أنه لن يقوم بهذه الأشياء أو على الأقل هذه الأشياء مناطة برئيس الجمهورية وليست عليه. نريد أن نتحدث فيما قاله، يعني حتى بعد فترة من الزمن نأتي لنحاكم هذا الرجل أو نتعامل مع هذا الرجل على ما صرح به. ألا يمكن يعني عندما نشاهد مظاهرات تخرج تقول أن هناك حاجة لوضع اقتصادي أفضل، هناك وضع أمني سيء بسبب أن الأوضاع الاقتصادية صعبة وتستغل هذه على المستوى السياسي، إذا ما أشبعت هذه الاحتياجات أن نشهد نوعا من تطبيع الأوضاع بشكل أكثر إيجابية على المستوى المحافظات المحررة؟ طيب لن أذهب معك بما تطرحه لأنه أنا أتحدث بعقلانية وبمنطقية. يعني لا يمكن لرئيس حكومة، أولاً رئيس الحكومة وظيفة لوضع يدير ملفات الدولة كاملة، لا يمكن لي أن أتحدث عن ملف وزير، هو ليس وزير ليدير الاقتصاد والعمل الإداري، هو رئيس حكومة في مرحلة حرب في دولة قابلة للانفجار والتشظي. أنت الآن تتحدث لي، يعني أنا أقوم أتحدث عن واحد قبل كيف يقبل له رئيس وزراء ويقبل مهمة وزير، هو الآن يقوم بدور وزير. حتى لو عادوا هذا الوزراء كأفراد تحت حماية ميليشيات، اليوم الإمارات توقف الدعم عن لواء العمالقة لصالح تيار آخر، فالمؤشرات أمامك تتحدث. هناك استنزاف للقوات الموالية للشرعية في الساحل الغربي. طيب ألم يعني رئيس الوزراء دكتور عبد الباقي ألم يعي كل هذه المسألة؟ هو كان موجودا في عدن، كان أيضا أثناء أحداث يناير الماضي، كان ضمن طاقم بن دغر الوزاري، يعني هو لديه خبرة فيما يتعلق بما حصل. هل يتخذ طريق ما لمحاولة تجنب الفشل الذي منيت به الحكومة في الفترة الماضية، أم ما الذي يهدف إليه؟ يعني ما هي قراءتك لهذا الخطاب؟ أنا بالنسبة لي أعتقد أن هذا يعني لا نقبل نحن، أنا كمواطن يمني أو حتى كمحلل يعني مستقل عن السلطة أتحدث بالتزام وطني، أرى أنه لا يقبل مثل هذه المهمة. نحن لم نطلب منه أن يدير الاقتصاد، ونحن نعلم مسبقا أنه لن يدير الاقتصاد. هو لديه ضمانات من المملكة العربية السعودية، وهو مقرب من المملكة العربية السعودية، أعطت له ضمانات أنه سيسير الجانب الاقتصادي وسيعطونه بعض الدفعات حتى يقوم يعني بعض الحراك، ولكن نحن لا نتحدث عن إدارة ملف إداري واقتصادي أمام خلل بنيوي في الدولة. نحن أمام خطر، وهناك طروحات الآن من وزير الدفاع الأمريكي تتحدث عن وضعية تحدثنا عنها قبل فترة هنا، وتحدثنا عن وضع الصومال الرخو، بمعنى إيجاد مجموعة من المناطق المنفصلة. عندما يأتي رئيس حكومة في هذا التوقيت يقول أنا يا جماعة بمسك لكم إدارة الحياة اليومية والاقتصاد، لا يمكن لك أن تنجح، لأنه كيف ستدير اقتصاد في بيئة طاردة؟
في بيئة لا تقبلك، كيف يمكن لك أن تدير حياة إدارية بموافقة الإمارات وهي التي تعطي إيعاز؟ ليس وزير الدفاع التابع لك ولا وزير الداخلية التابع لك هو الذي يحكم ويقضي. لا يمكن أن تكون، لا يمكن للشعب اليمني أن يقبل رئيس حكومة بمعنى مسير إداري. نحن بحاجة لرئيس حكومة لديه رؤية لإدارة الدولة في مرحلة خطيرة من تاريخنا. نحن انتقلنا وبالفعل تحدث، يعني هو أخذ الآن الموقع في وضع أصعب من بندغر، لأنه بندغر أخذ السلطة وقبله في لحظة ما يسمى مشروع كيري. نحن الآن أمام مشروع آخر أكثر خطورة، وربما ينقض اليمن إلى مرحلة الصومال، بمعنى نقعد 20 سنة 25 سنة سلطة في عدن، سلطة في صنعاء، سلطة هنا سلطة هنا، حكومة. هذا خطير. لما يجي رئيس حكومة يقول لك أنا بسير إداريا، ما هذا يعني؟ هل طيب دعنا في هذا السياق نسمع تصريحات رئيس الوزراء التي يعني أدلى بها اليوم عند وصوله إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن، نتابع وياكم مشاهدينا الكرام هذه التصريحات. وفي عمل هناك على اعداد الاولويات ل 100 يوم القادمه، الحكومه متواجده في عدن، لازم نبدا بالملفات الاساسيه، وهناك تحديد لمعظم هذه الملفات، ملف الاقتصادي، ملف الان العمله، البنك المركزي، تفعيل الادوات الماليه، هذه كلها مطروحه على الطاوله، وستبدا اجتماعات مجلس الوزراء خلال يوم او يومين بالكثير. التركيز بيكون على عدن في هذه المرحله. عدن ينبغي ان يتغير فيها الوضع بشكل كامل من الناحيه الامنيه، من ناحيه الخدمات، هناك تدهور كبير في الخدمات. كانت البرامج الاولى يعني بسيطه، ليست طموحه بشكل كبير. إذن تابعنا هذه التصريحات مشاهدينا الكرام. قبل العودة إليك دكتور، أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث الاقتصادي الأستاذ حسام السعيدي. أهلا بك أستاذ حسام، سمعت أيضا أنت هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المعين حديثا، يتحدث عن الجانب الاقتصادي، يركز عليه الجانب الاقتصادي والخدمي، يقول دعوني من كل شيء كما يفهم إلا من هذه الملفات. ما هي يعني الطريقة التي يمكن أو التي يجدر برئيس الوزراء التعامل معها فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والخدمي من وجهة نظرك؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. حقيقة أنا استمعت لتعليق الدكتور عبد الباقي وأيضا لتعليق الضيوف. في تصوري الشخصي أنا أن إدارة الملف الاقتصادي بشكل منفرد، وربما أتفق مع الدكتور في مطرحه، الحقيقة صعب، لأن الوضع الاقتصادي هو ضمن حلقة متشابكة من حلقات مختلفة يعني. ولعل البداية من الملف الأمني نفسه، كون القرارات الصادرة حتى عن مجلس الوزراء أحيانا لا تجد طريقها للتنفيذ، بالتالي العمل الاقتصادي هو مرتبط ببيئة آمنة وببيئة مستقرة، مرتبط أيضا بتفاهمات مع التحالف. وفي تصور الحقيقة من قراءة ربما لتصريحات الأخ رئيس الوزراء، وربما قد أربط وصول سفينة الوقود التي وصلت مؤخرا إلى عدن بوجود نوع من التفاهمات بين الإدارة الجديدة الحكومة تقريبا، يعني ربما يوحي هذا بنوع من التفاهم، وإن كان يعني ربما مجرد تخمين ستظهر نتائجه فيما بعد. تصور الشخصي لابد من وجود هذا التفاهم الذي يبنى على أسس واضحة، لأن إدارة الملف الأمني مرتبط، عفوا، إدارة الملف الاقتصادي مرتبط بهذه الملفات مجتمعة عندك. طيب مثلا ألا يفهم ذلك أستاذ حسام، يعني ألا يفهم من ذلك أن هناك تطمينات أو وعود عول عليها رئيس الوزراء فيما يتعلق بأن هناك سيكون أمن، هناك من فهم وجود شلال شاع مدير الأمن في عدن في العاصمة المؤقتة على أنه نوع من تأكيد على هذه التطمينات في أن الأمن في العاصمة المؤقتة سيكون متوفر للتركيز على الجوانب الاقتصادية، هل يفهم ذلك أم لا؟ الذي يفهم كما قلت أنا وكما رأيت الحقيقة من تصريحات الأخ رئيس الوزراء، أن هناك ربما نوع من التفاهم، حتى يقول عندما قال بأنه سيعود إلى عدن تصريح وأنه ستعود الحكومة لممارسة عملها، وأن هناك نوع من التنسيق مع التحالف. كيف سيفهم هذه النتيجة أو كيف ستظهر، هذا ما ستثبته الأيام القادمة. في تصوري الملف الاقتصادي هو مهم جدا فعلا، وخاصة مع وجود الملف الإنساني الصعب جدا، لكن ما تزال الصورة ضبابية في هذا الأمر يعني. طيب حدثنا عن أبرز المعالجات التي يجب الأساسية، النقاط الأساسية، رؤوس الأقلام فيما يتعلق بأهم الملفات التي يجب أن يتعامل معها رئيس الوزراء في الجانب الاقتصادي لمعالجة وضع صعب هو موجود فيه الآن. في تصوري ربما المواطن، يعني دعنا نتحدث من وجهة نظر المواطن الذي
أولا يبحث عن انتظام المرتب الشهري الذي يمثل العلاقة الأولية والمباشرة للحكومة مع المواطن في الملف الاقتصادي، انضباط المرتبات وصرفها بشكل شهري يعني دوري، وأيضا الزيادة التي كانت الحكومة قد اعتمدتها سابقا لم يتم صرفها لكل القطاعات، إنما كانت محصورة ببعض القطاعات، وأيضا مثلا المتقاعدين لم يتم صرف الزيادة المخصصة لهم. النقطة الأخرى هي انتظام خدمات الكهرباء والمياه بدرجة أساسية، وأنا صراحة استمعت أن الأخ رئيس الوزراء تحدث عن عدن، لكن أيضا هناك بعض المشاكل في مدن أخرى ومشاكل عويصة تحتاج أيضا إلى وجود خطة. أنا في تصوري الوضع أو النقطة الأولى التي يجب أن تضعها هذه الحكومة هي أن تقدم موازنة أو أن تقدم خطة واضحة لأعمالها في هذا الجانب. هذا الأمر تحدث عنه رئيس الوزراء في لدى وصوله إلى المطار على مسألة برنامج لمئة يوم، لكن إلى الآن لم يتم الإعلان متى سيكون هذا، سيتم إعلان البرنامج أو الحديث عنه. رئيس الوزراء تحدث أيضا إلى أن الحكومة كانت تصرف فيما سبق 42% على الرواتب، الآن هي باتت تصرف 100% يعني من الموازنة على الرواتب فقط. تحدث على أن 60% كان من الموازنة يمول من النفط، الآن هناك فقط 10% بالمقارنة بين السابق في يعني على مستوى مبيعات النفط. هناك مشاكل في الإنتاج ويتعلق على يعني الأمر بمشاكل لوجستية. بحسب رؤيتك، هل يمكن للحكومة أن تفعل الموارد بشكل أكبر، أن توجد حلول أخرى بالتعاون مع الشركاء سواء التحالف العربي أو غيره؟ هنا مربط الفرس، عندما أتحدث عن إدارة الملف الاقتصادي لابد أن تضع سؤال مهم، هو كيف يمكن أن تصل إيرادات الحكومة إلى الوعاء الحكومي بشكل عام، كيف يمكن أن تصل الإيرادات من مختلف المديريات ومختلف المحافظات إلى البنك المركزي، وثم أيضا كيف يمكن للحكومة أن تتحكم بهذه الإيرادات، وبشكل أساسي أيضا إيرادات النفط والغاز وإلى آخره. إذا هنا إمكانية وسؤال كبير، عندما نتحدث عن علاقة أو عن إدارة الملف الاقتصادي لابد أن نتحدث عن هذه النقطة، هي إعادة تصدير النفط والغاز ووجود بيئة آمنة لعودة الشركات الأجنبية للعمل، هذه نقطة مهمة بشكل أساسي. النقطة الأخرى ربما في تصوري أيضا أن الملف الإنساني أيضا يمثل ضغط كبير على الحكومة، وبالتالي لابد أيضا أن يكون من ضمن أولويات الملف الاقتصادي أيضا أن الانتباه للملف الإنساني ومجال الإغاثي، وهاتين النقطتين مترابطتين بشكل كبير ومترابطتين بسلسلة من الأعمال والشركاء، الخطوات المتعددة والسلسلة الثلاثة المترابطة، وبالتالي أنا أرى أن الصورة ضبابية نوعا ما، وأن الاهتمام بالمجال الاقتصادي وحده لن يكون مجديا إذا لم يكن هناك حلول أو ربما تفاهمات أوسع بضمن إطار أوسع، وبالتالي الملف الاقتصادي هو أيضا حينما أنا أشجع أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذا الملف لأنه مرتبط بحياة المواطن بشكل أساسي، وخصوصا مع زيادة حالات الفقر وظهور حالات يعني حالات من الجوع وأيضا ارتفاع معدلات البطالة والكثير من المشاكل الكبيرة التي خلقت نوع من الإحباط لدى المواطن الحقيقة وخاصة في المناطق المحررة، وجعلت من النظر إلى الحكومة بنظرة متشائمة كبيرة جدا، ولذلك الملف الاقتصادي هو مهم بطبيعة الحال، لكن المشكلة أن حل العقد التي تواجه الملف الاقتصادي هي مرتبطة ببقية الملفات ببقية الملفات وعلى رأسها الملف الأمني. أشكرك إذن أستاذ باحث أستاذ حسام السعيد الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. بالعودة إليك دكتور، تحدثنا كثيرا عن الجوانب الاقتصادية لأنه يعني سياق حديث رئيس الوزراء كان عن ذلك، و يعني كما يفهم أنه لا يمكن أن نحاسب شخصا على أشياء لا يقول يعني في نهاية المطاف. لا، هذا ما تقوله الآن مرتبط في حالة الاستقرار، في نحن الآن نتحدث الأول ملف لأنه في الأخير من عينه هو رئيس الجمهورية وهو القادر على يعني تغييره في لحظة أخرى. طيب على كل حال أولاً يعني هو لم يأتي بانتخابات، نحن لحظة أولاً الملف الاقتصادي ملف سياسي، اثنين رئيس الجمهورية هناك مرجعيات، وهذه المرجعيات احنا يعني قد يعني يتم احيانا تجاوزها وتعيين رئيس حكومه، رئيس حكومه اسمه رئيس حكومه وليس سكرتير اداري دوله التحالف، في فرق بين تكون رئيس حكومه وبين سكرتير اداري،
إذا كان سكرتير إداري دول التحالف بمعنى تقدم يعني معالجات اقتصادية وتسليم مرتبات لامتصاص الضغط الشعبي ولتخفيف الضغط الإخلاقي خاصة، والآن العالم كله مركز على المملكة العربية السعودية والتحالف، هناك الآن تركيز المملكة العربية السعودية ستكون مستهدفة، وأي ضربات بالخاطئة ستكون تتراكم. هناك الآن محاكمات على 21 سبتمبر، هناك وهي رفعت الآن رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص متابعتها قضائيا عن طريق سفارتها في أمريكا، هناك الآن متابعة جمال خشقجي، هناك الآن يعني أي أخطاء، الآن هناك ملف فتح ملفات لأن المملكة مستهدفة. إذن المملكة عليها أن تخفف الضغط الإخلاقي بتسيير حياة المواطنين، هذا طبيعي. لكن كرئيس حكومة بالمنطق، الآن تتحدث معي عن رئيس حكومة في حالة استقرار، نحن هذا مطلوب منه يكون عنده رؤية سياسية. لا يمكن لواحد رئيس حكومة يقول لي عندي رؤية إدارية واقتصادية. يا أخي إحنا عندنا بلد يعني ما فيش حكومة في الداخل، يعني حتى لو عاد وزراء مجموعة شخصية وزراء في الداخل تحت حماية الأحزمة والنخب، يعني تحت حماية الإمارات، أي إصلاح اقتصادي مرتبط موافقة التحالف. يعني هو مشكلته الآن مش مع الملف الاقتصادي، مشكلته مع إحدى دول التحالف في عدن، بمعنى أنه إعمال مطار عدن، إعمال ميناء عدن، تصدير النفط، توفير الحماية، كون رئيس وزراء يحكم لما يقول لي أنه الملف العسكري والأمني للرئيس الجمهورية يحله مع التحالف. كيف لك لرئيس حكومة تعطي توجيهات لوزير الدفاع مثل مفذ؟ كيف لك لوزير لرئيس وزراء يقوم بضبط المسألة الأمنية في عدن لا تنفذ؟ كيف المواطنين بيحترموا؟ يعني يدفع مرتبات، هل هو سكرتير إداري لدول التحالف بهدف امتصاص الضغط أو رئيس حكومة في حالة حرب؟ طيب، فيما يتعلق بأنه عين في هذا المكان وليس لديه خلفية حزبية، هذا الأمر يعني أن من عينه قادر على إخراجه بدون يا أخي الذي عينه أدخلنا في ورطة كبيرة إشكالية جدا، بدون إشكالية قد تحدث على مستوى الأحزاب السياسية، هل هذه مسألة إيجابية بالنسبة لمعين عبد الملك؟ دعنا الآن من حديثه الآن، هل هذه مسألة إيجابية كونه مستقل يمكن أن يكون أقرب للناس في هذا السياق، أم أن الأمر سينعكس عليه في لحظة من اللحظات؟ يا عزيزي، رئيس الجمهورية كل تعييناته كوارث، لا أقصد هنا معين عبد الملك، كل تعييناته كوارث. حتى دول التحالف قبل لما طلبت موقف مقابل ما حصل أخيرا في إسطنبول أعطت تصريح أنه مرتبات الفريق والتعيينات تشكل ثقل، بمعنى تسجلوا مواقف معنا وإلا هناك تعديل في المرتبات. بالتالي كيف يمكن لك أن تتحدث عن رئيس دولة عينة 20,000 وكيل؟ طيب الآن معين عبد الملك رئيس الوزراء، هل مسألة أنه شخصية مستقلة عن الأحزاب تأتي بخلفية أقرب للشباب كما يوصف، هل سيكون هذا الأمر داعما له، افضل له في سياق التعامل مع الملفات والقرب من المواطن اليمني ام لا؟ المساله لا علاقه لها بالشباب، لا علاقه لها بالاستقلال، نحن بحاجه الى رئيس وزراء تكنوقراط، قد يكون معين او غير معين، رجل يقول انه لا يمكن له ان يسير الاقتصادي والاداري الا اذا سير السياسي والعسكري والامني، رجل يعي أنا لسنا محتاجين لسكرتير إداري، لسنا محتاجين لسكرتير إداري. لكن هذه نظرة تشاؤمية دكتور. ليس تشاؤمية أخي، نحن لن نتساهم، نحن في مرحلة حرب لنا 4 سنوات أمام خيانة دول التحالف لنا، أمام تأخير معارك، أمام ناس يموتوا في ونحن نرى. يعني أنا الآن عندما أقول للمريض أنت عندك سرطان يا أخي، يقول لي إذا خيانة الطبيب لا يحدد لي مرضي، يقول لي أنت لا ما جبت ليش أسبرينة، نقول له يعني إنه بلد مهددة. نحن نشوف الآن يعني تدريب يعني تدريب قوات، تشكيل مجلس انتقالي جنوبي، جمعية عمومية، نخب حضرمية تدرب، أعلام ترتفع، إعاقة يعني حرب خدمات، ميناء عدن معطل، مطار عدن معطل، طرد المواطنين من الشماليين، عمليات متقطعة في الساحل الغربي لاستنزاف قوات الشرعية، إيقاف الجيش اليمني في تخوم صنعاء، المجتمع الدولي، الموقف الإخلاقي للسعودية الآن ضعف مع الأزمة الأخيرة في إسطنبول، وزير الدفاع يضع الأمريكي يضع يعني مشروع أكثر تدميرا للبلد ويدخلنا في الصوملة، وتجي عند رئيس وزراء يقبل مهام بمهام سكرتير إداري. نحن ليس متشائمين، نحن يعني حتى لو استبقنا أنا لست مستبق، ربما الدول التحالف نظرا لهذا الوضع تعطيه هوامش، لكن عليه ان يكون صريح معنا. يدخل هل لديه مساحه من لا يقبل المنصب؟ ليس نحن لسنا بحاجه، ليس يعني مضطر هو لقبول المنصب،
مما تقدم وتحدث فيه، لأنه أيضا وهنا نقطة أيضا مهمة بجانب الحديث الذي قلته لراجح بادي حول مسألة حق الحصول على المعلومة بمعنى الشفافية مع المواطنين بشكل أكبر وكذلك مع وسائل الإعلام، تحدث على أنه سيسعى أو يطالب بتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة. هناك سلطات وليست هناك رقابة. أخي احنا كيف رأيت هذه النقطة؟ هذا أنت الآن معي نتناقش بمنطق وعقلانية أو نتناقش نحن أمام خطاب في حالة حرب. نحن في حالة حرب. راجح بادي ناطق رسمي للحكومة تصريح صحفي منذ باسندوة، والآن عاد للواجهة وكان غائب لسنة أو سنتين أو لا أدري متى، والآن هل سيحضر هذا الأسبوع ثم سيغيب؟ دعنا نكون صريحين، نحن ليس أمام مشكلة ترف معلوماتي. رئيس الجمهورية لا يصعد، الدنيا تنفجر، تقع انقلاباته، غائب رئيس الحكومة السابق مثله. طيب جميل أنه يكون عندنا يعني هناك مسائل تطرق لها. طيب رئيس الوزراء توحي يعني هناك رسائل جميل توحي بأشياء طيب قد تحدث تغييرا جميل يعني هذا ما يقوله طيب من يقرأ هذا. نحن الآن لما نتناقش نستبق الأحداث ونقول أنه يعني لا نحبط ولا نتحدث عن مرحلة الاستقرار. نحن نعالج مسألة يمنية، نقول نحن بحاجة إلى المعلومة، حرية المعلومة جميل، بس عليه رئيس الوزراء أول ما يواجه مشكلة مع دول التحالف أن يصعد ويتحدث، لا أن كنا في السابق وزراء يمتنعوا، يعني يمنعوا وزراء من الانتقال، محاولة انقلاب حتى دخول المعاشيق، نحن لا نعلم شيء. هو وعد بذلك، يجب يعني طيب متابعة هذه طيب المسألة مع رئيس الوزراء في قادم الأيام. عليه أن يكون صريح، وهو الآن هل اتفق مع دول التحالف أنه فقط يمسك الملف الاقتصادي والإداري، وإذا كان قبل ذلك عبارة أنه مضحي بسيادة اليمن، عبارة أنه ليس له مواقف وطنية تجاه استعابة احتكار العنف الشرعي، وهي لا يمكن لك تحدث لي. شوف أنت أنا أتكلم معك أن نحن في حالة استقرار، تقول لي أنه وضع اقتصاد نحن سنحاكمه. يا صديق يا عزيزي، لا يمكن لرئيس حكومة في حالة حرب وفي حالة انقلاب أن يستعيد دولة ولا يجدد اقتصاد إلا بأن تكون هنالك دولة. لكن عندما تكون هذه الدولة عبارة عن شخصيات، عندما تكون هذه الدولة لا تحتكر العنف الشرعي، لا تستطيع تحكم أمن ولا شرطة ولا تحبي نفسك ولا تؤمر، ولا وأنت غير قادر على إعمال مطار عدن، غير قادر على ميناء عدن، رئيس الجمهورية الآن وين ورئيس الحكومة وين؟ بطبيعة الحال لا يمكن إقناع المواطن بهذه الأشياء. لا لا, لا المواطن طيب المواطن ماذا أنا أريد أيضا، لأن هناك نقطة مهمة تحدث عنها، مسألة تفعيل الجهات الرقابية، يعني سواء جهاز الرقابة والمحاسبة أو كذلك ربما حتى البرلمان بشكل أو بآخر. هل هذا الأمر سيتيح فعلا نوعا أكبر من المساحة للعمل؟ اليوم أنت في خطين متناقضين، تتكلم لي عن الرقابة وأنا أقول لك أنا أتحدث لأنه هذا ما قاله رئيس الوزراء خلال أول مقابلة له إعلامية. أي رقابة في غياب الدولة دكتور؟ لأن المسألة أيضا هناك الكثير من النقد الشعبي على مسألة الرواتب الموظفين خارج البطالة المقنعة في الدولة، وجود 20 وكيل لكل وزارة، مسألة عدم الشفافية في واردات النفط والغاز، هذه أيضا ملفات مهمة تهم الشارع اليمني، يعني نحن نتحدث عنها الآن في سياق تناول رئيس الوزراء عنها. طيب شوف، لما يكون في حكومة معلقة لا تدير الأرض، لا تدير الجغرافيا، الدولة ما أنا درت جغرافيا سيادة، أنت لا تدير الأرض الجغرافيا، لا تدير السيادة، لا يمكن لك التحدث عن الاقتصاد على الرقابة. رقابة ماذا؟ مرتباتك من دول التحالف، عطايا مقابل ولاء، حكومة تعود بموافقة التحالف، يعني عليه أولا أن يعالج الخلالات الرئيسية. لن يستطيع النجاح ولن يستطيع أن يكون رئيس حكومة إلا إذا كان واضحاً مع دول التحالف، واضح مع رئيس الجمهورية، واضح مع الشعب اليمني، لأنه الآن سيحرق إذا كان قبل حتى إذا كان السعودية امتصت الغضب ببعض المرتبات وحاولت دعم العملة الوطنية وتخفيضها مقابل دعمه، لكن سيظل نحن لدينا خطر الانفصال، لدينا الحوثيين أمر واقع. هل لديه خطة لاستعابة الدولة؟ هذا رئيس حكومة في حالة حرب وحالة انقلاب، يعني هو من الواضح أنه ليس لديه، لأنه يقول أنه لا خلص لا يقبل هذا المنصب، ليست لديه. هو يقول أن الملفات العسكرية والسياسية والأمنية بيد رئيس الوزراء، بيد رئيس الجمهورية. يا عزيزي افهمني جيدا، نحن لا نتحدث في الفضاء، يعني أنت الآن قبلت رئيس حكومة في حالة انقلاب وفي حالة بلد مقابل التشظي وفي حالة تحديات صعبة. هو بالمناسبة خلال المقابلة لم يتحدث عن الانقلاب أبدا خلال المقابلة الإعلامية. طيب مع يا حبيبي، يعني نحن الآن متفقين على أنه ما يقوله هذا الرجل أنه يكون هو سكرتير إداري للدول التحالف لتخفيف. طيب
إذن عندما يأتي فترة ما وتحدث بعد فترة مواجهة مع التحالف، كيف سيكون الموقف الشعبي هنا؟ سيعود الموقف الشعبي، أعتقد أنه سيحرق. هل سيدعم رئيس الوزراء؟ هو أول شيء في المناطق الجنوبية الإمارات يهمها جدا وجود رئيس حكومة شمالي، لأنه في المستقبل إذا فشل أو فشلوا سيكون هناك مبرر بالمناطق الجنوبية أنه من أبناء الشمال وأنه يعني فاشل، وأنه بنصف دقيقة عيدروس يقول أنه من أبناء الجنوب، وهذا الآن يقول على الجزر الأول، وان هذم جايين من المناطق الشماليه، لان المزاج الشعبي سيعرقلوا سيفشلوا في لحظه في مرحله لاحقه. بالتالي عندما ياتي رئيس حكومه من البدايه وهو لا يستطيع ان يعالج، لم يشخص، يقول لك انا اقتصادي واداري، انت رئيس حكومه بنص دقيقه، انت رئيس حكومه في مرحله انقلاب، وبالتالي ملفك السياسي والانقلابي والعسكري واحتكار العنف الشرعي للدوله والحفاظ على السياده قبل الاقتصاد، لأن الاقتصاد بينعكس من هذا. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، وأهلا بك طبعا بطبيعة الحال دوما. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وزملائي في طاقم العمل، إلى اللقاء.